لو الحكاية فيها إن فيجو ما تقصديه من هذه الأوراق؟ ما هقول لحضرتك على حاجة. تخيل أنت لما الجماعة اللي هما بتوع العصابة دول يحسوا إن واحدة عارفة عنهم أسرار، أنت تعمل إيه كرئيس عصابة؟ أكيد هتبقى عايز مثلا تأذيني. فأنا بصراحة يعني بقوم من النوم بلاقي تهديدات بصراحة، غير يعني الحالة اللي هما بيحاولوا يسببوها لي. طيب لو اتكلمنا في شهر فبراير وقلنا أهم الأحداث المتوقعة، يعني ما الأحداث المتوقعة؟ رب معزن سميع يعلم سرائر قوم، سلام ملك الله زكي بر كبير ياهو، وجليل لطيف أحد. جليل لطيف أحد دي قصة تانية، والقصة التالتة والسر التالت اللي عندي بدايته دال ونهايته راء وبالنص سين سين، هي دي اللي عندي. ما المقصود بهذه؟ دي أماكن خطر في مصر. دي أماكن خطر في مصر، لكن لما أنا بعرف إن عندنا الحكومة المصرية أو بمعنى أصح أجهزة الجيش وأجهزة الدولة عندهم قدر عالي من الفهم والذكاء، وأكيد هيفهموا أنا قصدي. بس يعني افهم كده ان في رساله توجيهيه من خلال هذه العبارات للجيش الشرعي؟ ايوه، اصل انا مش مستني الناس ترفع لي شابو، يعني مش مستنيه من الناس تشكرني. الحاجات دي هي مين اللي هيقبض على الناس؟ هم الجيش او الشرطه، فهم يتصرفوا في الاماكن دي. طيب لو قلنا كان ليكي، وطبعا الاماكن اللي هي انا قلت عليها سابقا دي برضو اماكن مهمه جدا واماكن محتاجه منها الحذر، يعني بكررها الاماكن اللي انا قلتها زي البحيره وزي كفر الشيخ والعريش والحدود، احط تحتها مليون خط، دي عندنا فيها توترات كبيره، وحتى اكتر من مكان، وحتى كفر الشيخ وتسوق اكررها تاني، واسماعيليه وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقيه وقناه السويس. قناه السويس عايزين نحطها السنه دي كده، نحطها بين قوسين لان خايفه على قناه السويس قوي، وربنا ان شاء الله يلطف بينا. سقوط جماعه الاخوان والجرائم اللي بترتكبها الجماعه منذ فتره طويله، كيف تقرأي او ماذا يقول علم الجفر في مستقبل جماعه الاخوان في ظل ما نشهده من اعمال تفجيرات وعنف في الشارع المصري؟ هرد بشيء مش مستاهل ان الانسان يعمل لها سؤال بالجف، ولكن هو بشيء سبحانه وتعالى رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى معروف ان هو الملك الحق. يعني ايه؟ يعني مهما هم يفتروا علينا ومهما يعملوا فينا، في ربنا العدل اللي هينصر ان شاء الله الناس الكويسة على الناس الشريرة ان شاء الله. معنى كده ان تتنبأني جماعة الاخوان ان شاء الله، وهم ابتدوا يعني دي بداية نهايتهم. حضرتك تنبأتي بجماعة الاخوان واحداث الارهاب واماكن العنف، ودي شيء نادر جدا، واحنا بنشكرك ان اختصتينا بهذه التنبؤات والتوقعات. ولكن اذا طلبت من الاستاذة جوعيات او كما يطلق عليها ملكة التنبؤات أنت تتنبأ لنا بمستقبل جماعات العنف والإرهاب داخل سيناء، فماذا تقول لنا؟ هقول لك أول شيء، أنا توقعات مش تنبؤات، لأن التنبؤات للأنبياء فقط، وأنا شتان وفرق كبير بيني وبين الكرام. أنا إنسان عادية جدا، وربنا أداني من العلم أو خصني بشيء أقل من البسيط أو أقل من النقطة. العلوم دي ملهاش نهاية بصراحة، لو قعدت تضيع فوق العمر عمر، إحنا هننتهي والعلم مش هينتهي. فإذا حضرتك بتقول أتوقع لهم إيه؟ أتوقع لهم هما بإذن الله تعالى وبحوله وقواته هينتهوا في أواخر 2015، جماعة الإخوان المسلمين وأي جماعة إرهابية بإذن الله تعالى زي داعش هينتهوا نهاية 2015، نهاية بنسبة 70% عشان ما بقاش كدابة معاكم. معنى كده إننا نقول إن شاء الله بإذن الله الجيش المصري او الشعب المصري مع جيشه سينجح في تقويض الارهاب في 2015 او تتطهر سيناء في 2015؟ والله لو عندنا ثقافه دينيه
وسطية محترمة، وعندنا ناس بيحسونا على ايه هو التاريخ الحقيقي، او بمعنى اصح الدين الوسطي اللي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا عليه. ولو شلنا حتة النزعة بتاعت انا سلفي وانا اخواني وانا هندي وانا علوي وانا الكلام ده، احنا دين اسلام دين واحد موحد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. الاسلام دين وسطي، لم يحسنا ولن يكون رسول الله اخواني او سلفي او سني او شيعي، رسول الله كان مسلم فقط. فاذا بنقول للناس ندعو الى التوحد، ان نكون موحدين لله تعالى، وحتى بيننا وبين اخواننا المسلمين، بيننا وبين اخواننا المسيحيين، فاحنا برضو بنشترك بيننا وبينهم في التوحد. وحتى ما بيننا وما بين اخواننا اليهود، فهو عندهم دين برضو، كلنا بنعترف بالالوهيه لرب العالمين، وكلنا بنعترف او احنا كمسلمين بنعترف بالديانات الثلاثه. جماعه داعش استفحل الامرار خلال الفتره الاخيره ونجحت في اختراق العديد من الدول العربيه مثل العراق وسوريا وليبيا، وبعض عناصرها وصلت لمنتدى سيناء في مصر. توقعاتك بالنسبه لهذه الجماعه والاستراتيجيه اللي ماشيه عليها في عمليه القتل والذبح، لدرجه ان هم النهارده اشعلوا النار في تيار اردني بشكل يعني والله انا عايزه اقول لحضرتك انا استأت جدا، ويعني زي ما بيقولوا كده ما قدرتش اشوف المنظر، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. ان شاء الله نهايتهم سودة عشان اللي بيعملوه في الاسلام، وعشان وللاسف هم كل اللي بيجيبوه من احاديث ومن ابن تيميه والوهابيين، والدنيا خربانه ورجال الدين في غفله كبيره. ربنا يهديهم يا رب ويصلح الامه. ودون لا شك او دون شك الناس مش عايزه تعترف ان احنا في نهايه الزمان، يعني خلاص باللحظه والتانيه ممكن نلاقي الدنيا دي كلها انقلبت. عايزه اقول لك 2015 كمان عندنا اعاصير كبيره جدا في امريكا، وبراكين كبيره جدا في امريكا سنه 2015 هتعمل ليها دمار وضحايا كتير. و يعني اعذرني مش هقدر اقول اكتر من كده تنبؤات زي ما وعدت نفسي. طيب انت قلت ان في اعاصير وفيضانات في امريكا وبراكين، هل هتظهر هذه الاعاصير والبراكين في دول تانية او في مناطق اخرى؟ هتظهر في فيضان كبير جدا في ايطاليا سينتج عنه كثير من الضحايا في 2015. يعني فيضان كبير في ايطاليا في كتير من الضحايا في 2015. وفي عندنا لاخواننا الخليجيين عندنا اعاصير مدمره لم تشهدها السعوديه من قبل سنه 2015، يعني اللي شافته في 2014 هيبقى اكتر بكتير في 2015. والكويت كمان هتشهد عوامل مناخيه وفيضانات كبيره في 2015، وحتى مصر هتشهد كتير عوامل مناخيه غريبه في 2015، وعندنا في مصر ولاول مره امطار صيفيه في سنه 2015. هنشوف في الصيف الجو بيمطر ميه. في